شارك بعده حفلات يعني للمعهد، طلع على روسيا مثل سوريا بموسيقى الاجيال، طلع على الصين كمان شارك بحفله بالصين وفاز بالمركز الاول بمسابقه صلح الوادي. كثير مبسوطه طبعا، اول حفله قيس بيعملها يعني انه لوحده، وان شاء الله هيك يا رب تكون هيك حفله يعني هيك موفقه وهيك يستمتع الجمهور فيها. هلا قيس بلش من كان عمره 3 سنين ونص، يعني حسينا انه عنده موهبه موسيقيه فبلشنا معه يعني بسن كثير بكير. لازم نشكرهم لهم لانه لاهتمامهم ورعايتهم لموهبه هيك، وعم بيعطوه فرصه انه عن جد يتمرن، لانه الاهل بالنسبه لهم دائما مدرسه والمواد الدرسيه، انه طفل عم بيتمرن بالبيت لفترات طويله فهذا في اكيد تفهم من الاهل وفي دعم من الاهل. بصراحه انا دوري ما فيني اعتبر دور كبير، انا عم بساعد بالمركز للافكار بالبرمجه الموسيقيه كيف نعمل برنامج موسيقي لحتى يكون في تنوع ويكون شيء مناسب للمركز. أكيد سمر بدنا نرحب بصباحنا غير بقيس الصفدي. كنت معنا قيس 2016 بعد عودتك من الكريملين كأول عازف بيانو سوري وأصغر عازف بيانو سوري بيعزف بالكريملين. أهلا وسهلا فيك عن جديد بصباحنا غير. سلام، شكرا. كيفك؟ كيف أخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. يسعد صباحك قيس. خلينا نحكي عن حفلتك مبارح، كيف كانت؟ كيف كانت الأجواء؟ كيف التحضيرات؟ قديش أخذت وقت لقدرت تقوم بحفلة مبارح؟ هلق أنا أخذت وقت كتير لحتى قمت بهاي الحفلة، أخذت مني تدريب كتير لساعات طويلة، أخذت مني مدة كتير طويلة. قدي المدة؟ يعني في مقطوعات كنت أتدرب عليها أكثر من سنة، في مقطوعات أكثر من نص سنة تقريبا. طبعا الحفلة كانت كتير حلوة، ما انا انبسطت كثير بالحفله، وخاصه انه هي اول حفله صولو بالنسبه لي كعازف فردي، وصراحه يعني كان في كثير تعب لانه حفله صولو لازم تكون يعني مدتها متوسطه، لا تكون قصيره ولا تكون طويله انه تمل الناس. أكيد. فهذا الشيء كثير اخذ وقت. أكيد. خاصه ترتيب البرنامج يعني كمان. قيس كنا عم نشوف الماده، شفنا المايسترو ميساك بكبوديريان، اكيد بدنا نصبح عليه نقول له يسعد صباحك. يعني خلينا نقول في فنانين كتير كبار ومهمين وعازفين كبار كانوا معك ودعموك خلال هي المرحله، خلينا نحكي عن دور العازفين او دور الاساتذه اللي دربوك خلال هي الفتره الطويله. هلا دور الاساتذه هو طبعا اكثر دور مهم، لانه الاساتذه هنا اللي بيعطون الخبره. هلا الاستاذ ميساك طبعا بوجه الشكر، الاستاذ ميساك هو المسؤول عني، هو اللي بيشرف علي اذا كان عندي حفله، اذا كان عندي احيانا بعمل حفلات مع الفرقه السيمفونيه يلي بيكون هو قائدها طبعا مايسترو. طبعا وفي كمان مدام فيكتوريا هي انستي، طبعا مدام فيكتوريا هي كل شيء، هي اللي دربتني، هي اللي من الاول مسكتني وهي اللي وصلتني لهي المرحلة. أكيد منوجه لتحية للمدام فيكتوريا. بدنا نحكي قيس كيف أجواء التفاعل كانت مبارح بالحفلة، وهي عم تفرق معك من حفلة لحفلة، عم يفرق معك العالم والجمهور، كيف عم تلاقي؟ هلأ طبعا عم تفرق من حفلة لحفلة مني يعني بالنسبة لي وبالنسبة للجمهور، يعني الجمهور عم تحس أنه يعني عم يتقرب لي أكثر وأنا عم بتقرب لجمهور أكثر، وبالنسبة لي عم بتزيد خبرتي على المسرح أكثر. تمام. طيب قيس خلينا نحكي شوي عن الحفلات بين سوريا وبين برا سوريا، يعني عادة ببلشوا ببلدهم بحفلات كتيرة بعدين حتى يطلعوا. القصة عند قيس بالعكس، بلشت بحفلة من برا وحفلة كتير مهمة، أو خلينا نقول عزف منفرد أمام بالكريملين، وبعدين صرنا هون بسوريا. خلينا نحكي عن هاي النقلة وكيف كانت. طبعا الحفلة اللي بروسيا هي كانت نقطة التغير بحياتي،
لأنه من بعدها صارت الأشياء جدية، صار في حفلات أكثر، صار في تمرين أكثر، فصار لازم يكون جدي أكثر بالتدريب وبكل شيء، صار لازم ننظم وقتي. وطبعا شكر كل السيدة أسماء لأنه أعطتني بيانو، صار عندي بيانو بالبيت، أقدر أتدرب بالبيت، صار عندي مجال أكثر لحتى أتدرب أكثر. أكيد. خلينا لكن نحكي عن حفلتك بالصين، كيف كانت؟ قديه كان عمرك؟ وحكي لنا تفاصيل أكثر عنها. حفلتي بالصين كانت بآخر 2016 وأول 2017. رحت مع كورال بكرة أنا، كمان مع المايسترو ميساك ومع الأستاذ ناجي حمود. رحنا على الصين مع كورال، قدمنا مجموعة أغاني على مسرح مدينة سوجو، وكان في ثلاث أغاني هي من تأليفي، من ألحاني وكلمات أبي، ومنه كلمات الأستاذ فراس منزلاوي. يعني قيس حكينا شوي هيك عن الحفلات ومرينا شوي على حفلة مبارح، بس لح نروح ونشارك المشاهدين مقتطفات من عزفك ونرجع نحكي مرة تانية. تابعنا قيس أجواء الحفلة. خلينا نحكي شو المميز اللي برأيك أنت قدمته مبارح، وشو مثلا أنت قلت لي عزفت سولو منفرد، كمان شو المميز أنه تكون أنت لحالك وبين ما تكون مع مجموعة؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلق اللي ميز الحفلة أنه كان البرنامج متنوع كتير، يعني ما كان كله نفس المؤلف أو كله نفس النمط، يعني كان في مودرن، كان في كلاسيك، وكان في رومانس، وكان في باروك. كمان المودرن كانت هي مقطوعة الدبكة الدياء سكري يلي هي مقطوعة عربية أساسا. والشيء الحلو بالعزف الفردي، هلق العزف الفردي طبعا أصعب بكتير من العزف مع مجموعة أو ضمن فرقة يلي هي فرقة سيمفونية. الشيء الحلو إنه أنا لوحدي، ف يعني المسرح كله لإلي، يعني بعمل، يعني بقدر أعمل شيء أشياء ما بقدر أعملها بالفرقة. تمام. إذا كنت مع مجموعة. طيب قيس، خلينا نحكي شوي عن روح المكان وقديش مهم المكان بالنسبة للعازف. يعني المسرح لما بيكون في جنبك آلات متنوعة وبيكون عليك جزء من مسؤولية ضمن عرض كامل، يمكن بيكون شوي أريح أحيانا للعازف، غير لما بيكون هو الآلة الوحيدة العرض قائم عليها بشكل كامل والمسرح لك ملكك لوحدك. شو بتخطر ببالك أفكار ممكن تتشتت من الجمهور؟ تحاول مثل ما بيقولوا تسرق النظر أو السمع لشو عم بيتمتم، لشو عم يحكي، لإعجابه، لسفقته، ولا لا بتضلك محافظ على هذا الهدوء والتركيز وآخر شيء تسرق النظر للجمهور؟ لا طبعا ضلني حافظ، لأنه ما أنا ما كتير بحاول أن يشتت ذهني عن شيء اللي عبعزفه مشان ما إنه خربط أو وقف أو شيء من هذا الشيء. وطبعاً لما يكون مع مجموعة مثل ما حكيت أو مع فرقة طبعاً هذا الشيء أسهل، لأنه مثل ما قلتي بيكون عندي نصف المسؤولية تقريباً. أكيد. قيس أنت صف ثامن، خلينا نحكي كيف عم تقدر توازن بين دراستك وبين موهبتك وبين عزفك والحفلات، كيف عم تقدر تعمل هالتوازن بحياتك؟ هلا طبعاً دراسة كتير مهمة، والموسيقى بالنسبة لي كمان كتير مهمة. تمام. فهن الشيئين، هن الاثنين أهم شيئين بحياتي.
الشيء بيصير عن طريق ال المزامنة أو ال إنه وافق بين الدراسة والموسيقى. حتى الموسيقى البيانو بدها كمان دراسة، يعني كمان هذا الشيء مهم. أي طبعاً يعني. الموسيقى عبارة عن بحر، مو أي واحد بيقدر يدخلها. وطبعاً كمان أنا بعد خبرة 6 سنين من العزف صار عندي طريقتي الخاصة بالتدريب، يعني صرت أتدرب أقل وإنتج أكثر. تمام. قيس، أنت هلا بمعهد صلح الوادي صار لك تقريباً 3 سنين. لا، صار لي 6 سنين. ست سنين تقريبا. خلينا نحكي عن هي الدراسة الاختصاصية، يعني ممكن تتخرج تكمل بفرع بعيد عن الموسيقى ولا لا؟ معهد صلح الوادي هو خطوة الأكاديمية اللي أنت بلشت فيها، ناوي تكمل هذا الشيء بعد ما تخلص المرحلة الثانوية؟ لا طبعا، أكيد بدي أتخصص بالموسيقى، ممكن أدخل معهد آلي أو ممكن سافر أدرس برا، وأنا حابب كتير صير مؤلف موسيقي. أكيد أكيد، إن شاء الله هيك منشوفك أشهر مؤلف موسيقي، بتستاهل يا قيس. قيس، خلينا نحكي، شو في عندك مشاريع قادمة؟ شو مفكر هلأ لبعدين؟ في عندك حفلات؟ في عندك شيء ولا لا؟ هلأ طبعاً دائماً أنا عندي حفلات، دائماً عندي برنامج، بس هلأ مبدئياً في حفلة بدار الأوبرا مع الفرقة السيمفونية، كونشيرتو موزارت. تمام. يعني قيس، هاي المسيرة الطويلة اللي بلشتها من أنت وصغير أكيد كان في إلى داعم كتير كبير، اللي هو الأهل، تشجيع الأهل اللي آمنوا بالموهبة. هلأ معنا والد حضرتك بالكواليس، وهو دائما بيكون مرافقك بكل لقاء وقت تكون متواجد. خلينا نحكي عن دور الأهل وقد يمكن هذا الدعم أثر إيجابيا بمسيرة قيس. طبعا الأهل أهم شيء، لأنه هن بيعطوني الدعم المعنوي وبيعطوني كمان الجو المناسب للتدريب بالبيت. يعني مو أي أهل بيقدروا يعني يسمعوا صوت البيانو لساعات أكيد. بالبيت، فدول الأهل هن أهم شيء، وطبعاً هن دعموني أول شيء ووصلوني لهذه المرحلة. تمام. خلينا نحكي عن طبيعة علاقتك بآلة البيانو. أكيد هي علاقة فظيعة، يعني كتير بتحبها من لما كنت صغير وعيت عليها. وبدي أحكي، شو هي رسالتك أو هدفك بالحياة كفنان قيس؟ هلق البيانو طبعا أحلى شيء بحياتي. أنا جربت كتير آلات، يعني جربت كلارينيت، جربت درامز، جربت الجيتار، بس أكتر شيء تعلقت بالبيانو. هلأ أهلك ساعدوك على اختيار البيانو ولا لحالك أنت حبيت البيانو من البداية؟ هلأ أهلي أنه خلوني أعزف على البيانو وأنا وصغير، وأنا حبيت البيانو وكملت فيه. تمام. طيب قيس، خلينا نحكي شوي عن الموسيقى. لما كنت عم تحكي عن العزف المنفرد وقلت شو قدمت بالأمسية، حكيت أنه في أكتر من نوع قدمته. غالبا الشخص بيميل لنوع معين، بيحب شيء معين، مودرن او كلاسيكي او او او. انت اكثر شيء بتحبه وبتتدرب عليه شو هو؟ انا اكثر شيء بحب الكلاسيك والرومانس، مثل بيتهوفن، موزارت، وشوبن، ليست، يعني والى اخره. ف يعني هذول انا اكثر شيء بحب اعزف لهم، خاصه رخمانينوف. برأيك قيس، شو الحل لننمي الذائقة الموسيقية عند الناس وعند العالم، ننشرها بس بالطريقة الصح؟ هلق ما في طريقة معينة، بس طبعا الحفلات هي العامل الأكبر يعني. فكل ما كانت الحفلات أكثر، كل ما انشهر الشخص أكثر. أكيد أكيد. طيب قيس، عموما اللي بسنك بهذا العمر، الشهرة بتلعب دور كتير كبير بحياتهم، بتغير حياتهم. ونحن هلأ بهذا العصر، عصر السوشيال ميديا، فصار أي شخص ممكن يلاقي نفسه على السوشيال ميديا، صار مشهور، له متابعات تغري هي الشهرة. ولكن بالنسبة للعازف الموضوع مختلف، هو بيلحق يمكن المسرح أكتر، بيحب الجمهور مثل ما بيقولوا اللي جاي يسمع أكتر. خلينا نحكي عن هي المعادلة بحياتك، وكيف قدرت توازنها بين الجيل الجديد اللي بيركض وراء السوشيال ميديا وبين خليني أقول الجمهور الحقيقي اللي بتلاقيه بالمسرح ناطرك ليسمع عزف البيانو. هلق الصراحة هذا يعني كان في صراع، لأنه يعني مثلا رفقاتي بالمدرسة كلهم بيحكوا عن السوشيال ميديا وعن على الفيسبوك تماما، بس الأهلي والأشخاص اللي أنا معهم مثل مدرستي، مثل الأستاذ ميساك وإلى آخره من الناس، هن بالعكس إنه عن الجمهور. طبعا. فأنا ملت للجمهور وللمسرح أكثر. أكيد.
عامل صفحة على السوشيال ميديا؟ ايه عامل، بس ما كتير مهتم فيها يعني. لا بحب اظهر على المسرح اكثر. تمام. ما قلت لي قيس، شو هي رسالتك وهدفك بالحياة كفنان صغير وموهوب؟ هلا هدفي بالحياة انا بدي صير عازف بيانو، وبدي صير مؤلف موسيقي، لانه صراحة من زمان يعني من في مقطوعات موسيقية من اكثر من 200 سنة، وهلا وصلنا لدرجة انه ما عاد في موسيقيين، ما عاد في مؤلفين موسيقيين يعني مهمين كثير. فالصراحة أنا يعني حابب أصير مؤلف موسيقي، وبلشت بالتأليف، ألفت كم غنية، بس حابب أنا أتخصص أكثر بالتأليف وألف مقطوعات موسيقية أكثر. تمام. أكيد. طيب قيس، خلينا نحكي الحفلة هاي اللي كانت، قلت هي أول حفلة سولو لك، أول حفلة صحيح. عزف منفرد. بالعموم هيك خطوة بدها كتير جرأة، بدها كتير تحضير، وبدها كتير استماع من أشخاص لهم قيمة فنية ممكن يساعدوك. مين ساعدك بهي الفكرة وبهي الخطوة، وبشكل عام لما بيكون عندك مشاركة بحفلة أو عندك تحضير لسولو، مين هو المرشد لك الفني بهذا الموضوع ومين أكيد بالبيت؟ هلق طبعاً وقت الحفلة بيكون وقت عصيب، لأنه بيكون لازم اتدرب أكتر واستنفر بشان الحفلة تطلع كثير منيحة، بشان الجمهور ينبسط. وطبعاً اللي بيساعدني هي المدام فيكتوريا طبعاً، يعني أنا تقريباً كل يوم قبل الحفلة كل يوم تعطيني درس وتسمعني كل يوم، وحتى ضمن ظروف مثل هاي الحفلة مدام فيكتوريا كانت بسافرة بروسيا، فالتواصل كان كتير صعب لأنه بدي بين هون وبين روسيا، فهي كانت تعزف وتعطيني الملاحظات من روسيا. وطبعاً الأستاذ مساك لعب دور كبير، سمعني قبل الحفلة وعطاني كمان إرشادات وعطاني ملاحظات مثل مدام فيكتوريا. أكيد أكيد. قيس، قلت أنت بلشت بالتأليف، خلينا نحكي عن تأليفك، شو ألفت هلأ مبدئياً وحدا شافه من أساتذتك؟ هلأ إيه ألفت تقريباً 10 أغاني. تمام. منهم غناهم كرا بكرا إلنا يلي طلعت معه على الصين، ومنهم يعني ما انشهروا بعدهم. تمام. وطبعاً أنا مستمر لسه بالتأليف. هلا بتلاقي التشجيع والدعم المناسب إلك؟ أكتر شيء أهلي هن اللي شجعوني على التأليف يعني. لا وكمان كرا بكرا إلنا شجعني أكتر معنوياً، لأنه صرت شوف إنه أغانيي صارت تتغنى وصارت تنشهر وتغنت بالصين، فهذا الشيء حمسني أكتر إني ألف أكتر. أكيد. طبعا. يعني هذا الشيء بدنا نشكر فيه المايسترو ميساك على هذا الدعم اللي هو بيقود كورال بكرة إلنا. خلينا قبل هيك شوي كمان نحكي نهاية حديثنا معك قيس عن يمكن رسالة الفن اللي عندك اللي مستمر أنت فيها كهواية، وبدنا مثل ما قلنا نكملها أكاديمية. صحيح. طبعاً أنا رح استمر بالفن، ومثل ما قلت أنا يعني ميال للموسيقى أكتر من التخصصات التانية بالجامعة، فمثل ما قلت بحب أكون عازف مشهور ومؤلف موسيقي مشهور. أكيد بنتمنى لك، وأكيد حتصير عازف مشهور. يعني هيك بتشوف فيه قديش بيعطيكي يعني تفاؤل بهذا الجيل الرائع اللي عم يطلع، يعني مواليد 2006، عن جد بتمنى لك التوفيق. بتمنى دائما حفلاتك تتألق فيها أكثر وأكثر وأكثر، ونشوفك أكيد مو بس بسوريا، بسوريا وكل أنحاء العالم. شكرا لك قيس، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك قيس، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم كمان انكم استضيفوني، وشكرا لكل واحد دعمني وخلاني اوصل لهي المرحله. اكيد. شكرا لك.